يا وزجو يوتيوب استقبال عمان، ريحت لكم في مقطع جديد. طب اول حاجه قبل ما نخش في المقطع، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ونذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. بتاع الشباب ندي لاخواننا في فلسطين، اخواننا في السودان، ربنا يفرج همهم وربنا ينصرهم غريبا اللهم الظالمين، وربنا يرحم كل شهداء المسلمين يا رب. طيب فيديو الليله هنعمل رياكت على اغنيه، على تراك اواب. اواب نزل تراك جديد اسمه شليل شليل، اوكي؟ فتراكك نزل في ناس كثيره بعتت لي اللينك وكده. فبصراحة أنا كنت عندي مشوار حرفيا من الساعة 8، ما رجعت إلا الساعة 5 حسي، بس يعني قبل 20 دقيقة ولا حاجة كده. المهم عملت الدايرة أسويه، وياهو فتحت الكمبيوتر قلت لازم أصور، وياه منطل كتير في المقدمة، خليني هنا ألبس سماعتي ونخش ونسمع هو بيندلنا شنو، ما أعرف ديس ولا هيكون شنو، خلينا نكتشف مع بعض. أوكي فيا ليتس جو شليل. اي شليل، اوكي. التراك نزل قبل 10 ساعات، فيه 2000 لايك، اوكي، و10,000 مشاهدة، وانطول كتير. خلينا نخش في التراك على طول. يا ليتس جو. اوكي مشاكل البروديوس باي مشاكل. اوكي تعب شي. ثواني، هنا كاتب شليل عبارة عن لعبة سودانية طفولية، وكانت جزء كبير من طفولة أي راشد سوداني في الوقت الحالي، وتعتبر إلى حد ما جزء من الفلكلور السوداني. أوكي أواب عاطف، كتاب شاعر وراوي سوداني، دائما أغنية ثقافية حقيقة الهلو من أول مر. أوكي إلى حد ما تعتبر أغنية شليل بتسيل الجانب المر من الواقع السوداني وحياة الجزء. اوكي خلينا نسمع ونشوف. اي نهاية قصة في زمن نهايته لسه، شيطان في شكل بشر عندهم الفتنة بالليستا، العقول بقت مجنونة على القلوب. شيطان بشكل بشر عندهم الفتنة بالليستا، دايم يعني بيشبه الناس شنو بالشياطين، لكن في شنو في 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 شكل في شكل بشر، يعني هو قاصد في ناس هم شواطين بس شنو في شكل بشري وفيلمي، وبيحبوا شنو الفتنة، فعندهم الفتن كثيرة لما انقاد في ليستا دايم. بقت مسجونة بتشوف اجنحة ملائكة، بعد داك بتشوف كورونا. القلوب بقت مسجونة بتشوف اجنحة ملائكة، بعد داك بتشوف كورونا. زي ما عارف الناس بتوريك الوش الحلو اول شوية كده، بتلاقي قام لهم كورونا يا مان، انت زاد ما بتعرف حصل شنو دايم برو. خلينا نسمع تاني، مين خلينا نرجع تاني ونسمع. اي نهاية قصة في زمن نهايته لسه، شيطان في شكل بشر عندهم الفتنة بالليستا، العقول بقت مجنونة، القلوب بقت مسجونة، بتشوف اجنحة ملائكة، بعد داك بتشوف كورونا. الطيبة في البداية، الاستغلال في النهاية، بيقتلوك اخوانك، ثبت عنوان الرواية. وشوش كثيرة، اول وش بيشيل الاوسكار، البطل زمان باتمان، لما كبرنا فهمنا الجوكر، لما تصغر هم بيكبروا، لما تكبر هم بيصغروا، بشر بقت مواسم، مع الزمن بقوا بيتغيروا، القريب بقى الغريب، نرجع تاني زي زمان. وين السما قريب، بكره بتنجح الكلاب، بكره بتنبح، دنيا قمار راهن بالبشر بتربح. اعمل وضع حيكونوا اول من سمعوا، اعمل قروش حيكونوا اول من طمعوا، الايام الجايه تقنيعوا حيكونوا اول من قنعوا، تتخلق ذكر لكن الرجال بتصنعوا، والقصه ما رجال بس، القصه فيها بنات، الرايل بحب اثنين يا بنات يا مخدرات، الشيطان ببيع اثنين يا بنات يا مخدرات، هنا بنبيع حرام خشوا المزاد، والبت دايره جنه لكن بتعبد خطيئه، 20,000 عند القاضي وهي البريئه، بتعامل في الشارع من بتعامل في البيت، قدام ابوها عفيفه قدام الشباب جريئه، والتيم مقفل الحمد لله كارتيل، تو ماتش هوز في شارع المطار بالليل، دايم تو ماتش هوز في شارع المطار بالليل. او ماي جاد برو، ذيس بار از سو فاكينج برو لايك. في الحمد لله كارتيل، تو ماتش هوز في شارع المطار بالليل، جاد دام برو ذيس بار از فاكينج كريزي. تو ماتش هوز في شارع المطار بالليل، كلمات كثيرة كسرت القلم قبل. أرواحكم ضايع رح نلعب شلالة، أقولكم ضايع رح نلعب شلالة، أرواحكم ضايع رح نلعب شلالة، نلعب شلالة.
داو صوتها صوتها. وهل حتنجح يا خالك؟ علمي علمك بس بقدر اديك نصيحة في الكواليس اكتب فيلمك. حلم الجعان عيشة، حلم الشبعان الجوع، حلم المقبوض تصعلك، حلم الصعلوخ خشوع، عشان تحقق حلمك اول احلم بالكابوس داير تمسك درب. او ماي جاد برو، هنا في غوافي وفي كلمات كبيرة فاهم ليها معنى كده برو، لايك في معاني مدفوع برو. التراك ده التراك ده ماستر بيس مان. انا حرفيا انا لسه ما وقفت، خلينا نسمع هنرجع تاني نوقف يا فاهم. طبق صح عيش الدنيا بالمعكوس والناس دي كلها فيك، لو اشتغلت بكلامهم زي الكلبشات في رجليك طلع حاجة تبقى ملك والجواري تبوس يديك. وحتات تانية اول ما يعملوا كده بوش خديك، الدنيا فانية سامعة يا زعم وانا ما شريف. هاي دايما بغلط لكن البقع بقيف، العقل ضاعر الكلام عفيف، المهنة شاعر في كل الفصول خريف. 12 بالداي عديهم بالدستة في كل مرة بقول دي يا أصحابي بقولوا لي دقستة. الصح مسمم بس بالغلط اتنفسته، الصح حرية بس في الغلط اتحبسته. وما تقول يا صاحبي بتكلم بي عشان حبيبته، ده ما صاحبي اللي بيجيب معايا عشان مصلحته، ده ما صاحبي. يا صاحبي هل كنت شايف نفسك بيننا قارنته؟ أسي قول آمنت، أسي أسأل نفسك الناس دي بتقول آمنت ليه؟ هل كنت الجنيه وانت الدولار؟ كنت الحكم وانت كنت الفار ولا كنت المونديال؟ ما اسي بنربي اجيال، ما اسي بيحصل احتلال في جميع انحاء السين. الناس دي بتحلف يمين انه الاسد في العرين قام. شوف لك كلام الناس دي بتاكل الحمامه هنا تبا للسلام. God damn. هنا تبا للسلام. نعم. ارواحكم ضايع رح نلعب شليله، اقولكم ضايع. رجعنا لنفس الكورس، فشنو خلينا نرجع من البدايه ونحاول شنو نوقف كل شويه ويا نفهم البارة أكتر. برو لايك this shit is crazy man. أواب برو لايك خلينا نتكلم في آخر المقطع مان. Oh my god. hey نهاية قصة في زمن نهايته لسه شيطان. لك نهاية قصة في زمن نهايته لسه. أوكي يعني القصة انتهت لكن الزمن لسه شنو ما ينتهى، الزمن يا دوب فاهم. وقال لك شيطان في شكل بشر عندهم الفتنة باللستة. شرحت البار ده أنا. شكل بشر عندهم الفتنة باللستة. العقول بقت مجنونة، القلوب العقول بقت مجنونة، القلوب بقت مسجونة فاهم. بقت مسجونة بتشوف أجنحة ملائكة بعد ذاك بتشوف قرونة. الطيبة في البداية الاستغلال في النهاية زي ما شفت. قال لك بتشوف أجنحة الملائكة بعد ذاك بتشوف قرونة. فهنا زي ما هو شرح البار نفسه، فقال لك شنو الطيبة في البداية والاستغلال في النهاية. الطيبة في البداية ان انت بتشوف اجنحة الملائكة you know، بعدين الاستغلال في النهاية وكده تطلع لهم القرون يا مان، وقت نقطة التحول تجي. وفي ناس زي ده يا مان كتير 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 برو، بلاش نفيش. بيقتلوك اخوانك ثبت عنوان الرواية، وشوش كتيرة اول وش بيشيل الاوسكار البطل زمان باتمان. لما كبرنا فهمنا الجوكر، لما تصغر هم بيكبروا، لما تكبر هم بيصغروا. بشر بقت مواسم مع الزمن بيجوا بيتغيروا، القريب بقى الغريب. صح 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 قال لك بشر بقت مواسم مع الزمن بيتغيروا حرفيا حرفيا. اي زول قاعد معك انت بتحسه كده قاعد يتغير فاهمني. فمرات بتلاقيه بصورة احسن، مرات بتلاقيه مان وات ذا فاك از ذيس فاهم. فهنا قال لك البشر زي المواسم يا بان، مع الزمن هم شنو بيتغيروا. قريب نرجع تاني زي زمان. وين السما قريب بكره بتنجح الكلاب بكره بتنبح. دنيا قمار راهم بالبشر بتربح. اعمل وضع حيكونوا اول من سمعوا، اعمل قروش حيكونوا اول من سمعوا، الايام الجايه تقنيعوا حيكونوا اول من قنعوا. تتخلق ذكر لكن الرجال بتصنعوا. اوه ماي جاد تتخلق ذكر لكن الرجال بتصنعوا مان فاهم. يعني انت بخلقوك ذكر لكن عشان تكون راجل انت لازم فاهمني. God damn man. القصة ما رجال بس القصة فيها بنات، الراجل بحب اثنين. يا بنات يا مخدرات الشيطان ببيع اثنين. يا بنات يا مخدرات هنا بنبيع حرام خشوا المزاد. والبنت دايرة جنة لكن بتعبد خطيئة، 20,000 عند القاضي وهي البريئة. بتعمل في الشارع من بتعمل في قدام ابوها عفيفه قدام الشباب جريئه. والتيم مقفل الحمد لله كارتين. تو ماتش هو زي شارع المطار بالليل. كلمات كثيره كسرت
تو ماتش هاوس في شارع زي شارع المطار بالليل. البار ده انا لو حاولت اشرحه انا هشرحه بحاجه تاني بصيغه تانية فهيطلع شنو فاهم 18 بلس. فيا افهمه مع نفسك، كلمات كتيرة كسرت القلم، القلم جبال من كتر الكلمات مين القلم جبال. ارواحكم ضايع رح نلعب شلالة، اقولكم ضايع رح نلعب شلالة، ارواحكم ضايع رح نلعب شلالة، اقولكم ضايع رح نلعب شلالة. او ما دابا دمني يا دمني 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 نلعب شلالة صوت نار. هتنجح يا خالك علمي علمك، بس بقدر اديك نصيحة في الكواليس اكتب فيلمك حلمك جعان حلمك ولا فيلمك مين نصيحة في الكواليس اكتب فيلمك حلم ثواني، هنا قال في الكواليس اكتب فيلمك، بس كاتبين هنا في الكواليس اكتب حلمك. بس بقدر اديك نصيحة في الكواليس اكتب فيلمك حلمك جعان عيشة حلم الشبعان الجوع. اوه شيت ذاتس ترو ذاتس ترو ذاتس ترو. حلم المقبوض تصعلك حلم الصعلوخ خشوع عشان حلم الصعلوق خشوع، يعني فاهم واحد كده صعلوق يقول لك شنو انا داير اخشى ربي وداري شنو اقول زول كده يعني بيخشى يعني فاهم. او ماي جاد تحقق حلمك اول احلم بالكابوس، داير تمسك دربك صح عيش الدنيا بالمعكوس والناس دي كلها شيت. داير تمسك دربك صح عيش الدنيا بالمعكوس مان برو لايك اوه في شنو حاصل معي يا مان، في شنو حاصل معك، في شنو واتس جوين اون مان برو. التراك ده فيه معاني كتير وفيها فاهم رسائل فيها برو لايك انا ما عارف اقول شنو انا الكلام ده، الناس دي كلها فيك برو هيل يا فيك. لو اشتغلت بكلامهم زي الكلام شات في رجليك طلع حاجه تبقى ملك والجواري تبوس يدك وحدات ثانيه اول ما يعملوا كده بوش خدك. اوكي هنا مكتوب عزة 249 دي هي البنت اللي تغني، ما اعرف بشيك بعد الفيديو. الدنيا فانية سامعة يا زعم وانا ما قاعد الدنيا فانية سامعة يا you know سامعة يا برو لايك تلاقيكم ما اقدر اشرح الكلام ده. انا ما شريف هاي دايما بغلط لكن البقع بقيف، ما شريف هاي دايما بغلط لكن البقع بقيف، العقل ضاعف الكلام عفيف، المهنة شاعر في كل الفصول خريف، المهنة شاعر في كل الفصول خريف. انا ما عارف انا اقدر ما اعرف انا البار ده كبير ال 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 التراك ده كبير علي ولا انا ما قادر اشرحه ولا انا شنو ما اعرف صراحه، لكن بس يا خلينا خلينا اسمع يعني ان شاء الله انتوا تكونوا فاهمين برضو. اعرف في كل الفصول خريف 12 بالدعاية عديهم بالدستة في كل مرة بقول دي اصحابي بقولوا لي ده قستة. او ماي جاد 12 بيت عديتهم بالدستة الدستة اللي هي 12 يعني الدستة كده مقفولة اوكي. فهنا قال لك كل مرة انا بقول دهي اصحابي بيقول لي اه وين ده قصده، يعني كل مره هو بيقول خلاص يعني دي البت اللي انا فاهم اكمل معاها وكده، بس اصحابه بيقول له شنو اه وين يا مان انت ده قصده مره تانية يا برو. فا يا ياب الصح مسمم بس بالغلط اتنفسته، الصح حريه بس في الغلط اتحبسته، وما تقول يا صاحبي بتكلم بي عشان حبيبته، ده ما صاحبي اللي بيجيب معايا عشان مصلحته، ده ما صاحبي يا صاحبي هل كنت شايف نفسك بين قارنته دقيقة البردة قاصد به زول اللي بس في الغلط اتحبسته، وما تقول يا صاحبي بتكلم بي عشان حبيبته، ده ما صاحبي بيجيب معايا عشان مصلحته، ده ما صاحبي يا صاحبي هل كنت شايف نفسك بين قارنته هسي قول امنت هسي اسال نفسك الناس دي بتقول امنت ليه، هل كنت الجنيه وانت الدولار، كنت الحكم وانت كنت الفار، ولا كنت المونديال مع السيب الربيع عيال مع السيب بيحصل احتلال في جميع انحاء السين، الناس دي بتحلف يمين انه الاسد في العرين قام، شوف لك كلام الناس دي بتاكل الحمامه هنا تبا للسلام. برو هنا البارات تقيله يا مان والفلو مختلف ضايع رح نلعب شلالية
عقولكم ضايع راح نلعب شلالي ارواحكم ضايع راح نلعب شلالي راح نلعب شلالي عزة بلعب شلال عليها اسمها ما فهمت اللعبة دي هي ولا انا ما لعبتها ولا ايه بلعب شلال God damn bro oh my god this shit is crazy man مشاكل bro اظن هنا خلاص التراك خلص برو فدقيقة اول حاجة شنو مشاكل وشرط مشاكل شرط اواب صراحة انتو عملتوا حاجة كده فاير يا مان مشاكل انت ابدعت اواب انت ابدعت بكلماتك بالفلوات بالبارات يا مان انت عملت حاجة كده برو ماستر بيس مان ماستر بيس صراحة التراك ده هيكون شنو ممكن ان شاء الله كده نشوف التراك ده في الملايين يا مان التراك ده بصراحه يستاهل يستاهل كل هاي يا برو كل الدعم كل شيء بصراحه انا تقييم للتراك من ناحيه البارات من ناحيه الفلوات من ناحيه البروديوسنج من ناحيه البيت من ناحيه برو اواب مان شلال صراحه حرفيا التراك ده انا بديه برو 200 من 10 من الاخر 200 من 10 ده اول رقم يجي معانا جديد في القناه واواب واواب شاله اوكي فإذا جينا نتكلم عن التراك بصراحة أنا ما شايف فيه أي أغلاط عندك تصوير عندك مونتاج عندك إبداع عندك أواب في المايك خلاص مين أنت محتاج شنو تاني بس أقعد ألبس سماعتك وأقعد شنو استكين واستمع يا مان فأكتب لي أنتوا تقييمكم في برو لايك أكتب لي تقييمكم للتراك تحت في التعليقات حيكون كم ورايكم شنو في التراك ورايكم شنو في أواب يا مان أساندا بصراحة أساندا يعني ممكن يجي يسوي حاجه تانية في السين السوداني في فيلمي بصراحه الزول ده بعيد بعيد يا مان شرط عواب عواب انت لو شفت المقطع ده يا برو بيج لوف مان بيج لوف اوكي نو هومو بيج لوف مان ويا اظن كده شباب وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير وشكرا لاي واحد بعت لي اللينك وشكرا لاي واحد بيجي اول باول بيقول لي يا مان انت انجز دارين دارين نشوف الرياكشن حقك على التراك ده بصراحة انتوا بتبسطوني يعني بحس انه انا عندي ناس مستنيني عشان انا اسوي رياكشن وكده يو فيل مي فبصراحة شكرا لكم كتير شكرا على دعمكم وبس اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير واشوفكم المقطع الجاي شباب يا بيس اوت جايز